السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم علي رواس في سلسله بعنوان إبرم وراح يكون معايا زميلي علي غنام كمان خلال السلسله مسلبرم هو كورس اصلا يعني من الاسم هو مشتق من مسل وسيربرم فبالتالي هو بيتكلم عن الاناتومي حق المسكلي سكيليتيل سيستم وحق النيرفوس سيستم طيب هذا ببساطه وراح تنزلوا محاضرات على قسمين يعني راح يكون في برين بارت وراح يكون في براون بارت براون بمعنى المسكلر سترينث فبالتالي هي اشاره للمسكلي سكيتل آه طيب ليش الكورس هذا؟ ببساطه اول شيء لانه دفعه آه يعني تحديدا الكلام لدفعه 43 لانه مع الاسف يعني دمجوا لكم البلوكين مع بعض فانتم بتدرسوها في وقت واحد آه فقدر الامكان بنحاول نخفف عليكم الورطه هذه آه ثاني شيء لانه النيورو مشكلته وهذه جمله قد قلت قال هي بروف وجي آه ان النيورو هو عباره عن بازل البازل هذه لازم تكملها بالكامل عشان تقدر تشوف الصوره كامله كيف يعني؟ يعني مثلا نفترض انا اليوم اخذت محاضره نيورو اليوم اللي بعده اخذت محاضره ثانيه اليوم الثالث اخذت محاضره ثالثه في المحاضره الاولى في اشياء ما راح افهمها لين اغلق المحاضره الثالثه طيب هل معناه ان انا ابدا من الثالثه وخلاص؟ لا ما ينفع لازم ابدا من الاولى هذا هو النيورو وهذا التعقيد اللي هو فيه فانا بحاول قدر الامكان باذن الله في هذا الكورس انه اخلي لكم المعلومات مرتبه بشكل منطقي واجمع لكم هي من مصادر سليمه بحيث ان انتم ما تحتاجوا تطالعوا في مصدر ثاني، هذه كمان نقطه مهمه. بالنسبه للمسك لانه صعب الحفظ على البعض. هو شوف المسك اذا حبيته حيصير سهل عليك، اذا حسيت انه هو صعب حتواجه فيه صعوبه. الكلام هذا ممكن يكون تيبكال وتسمعوه من الدكاتره كثير بس هذا فعليا ينطبق على المسك كيف حنحفظه؟ حاحاول قدر الامكان في الكورس هذا اني امر على كل العضلات بشكل 3D عشان اعطيكم اوريجن وانسيرشن كذا تتخيلوه بالضبط وتتخيلوا مكانه في الجسم فيكون سهل عليكم انه لما تفتكروا العضله تاشروا عليها فتفتكروا ايش اسم المنطقه هذه يعني آه وباذن الله انه سهل وبسيط يعني آه اتوقع انه راح ياخذ منكم جهد اكثر. طيب اول محاضره حتكون بعنوان ما سليبرم. عفواً عفوا آه حتكون بعنوان سيريبرم ذا سيريبرم هذه المحاضره ما كانت موجوده في سنتنا وما اعتقد انها موجوده عندكم لكن عندكم محاضره شبهها بعنوان السريبرال آه كورتكس. المحاضره هذه ما اعرف الصراحه متى حتاخذوها لكن بغض النظر انا راح احاول قدر الامكان في المحاضره دي اني اغطي السريبرال كورتكس كامله بل واني اعطيكم شويه ديفينيشنز وشويه اوفر فيو للبراين هذا هو الاساس. آه ما ابغى اسيبكم تخشوا في بحر وفي مصطلحات انتم لسه ما فهمتوها وبتحاولوا قدر الامكان ان انتم تفهموا المحاضره مثلا تخشوا على محاضره البرين ستيم على طول. البرين ستيم محاضرة مو اصعب شيء انكم تفهموها بس مستحيل تفهموها اذا إن انتم الشفره او المفاتيح او المصطلحات ما هي عندكم تمام؟ آه هذا الشيء ينطبق على نيورو وهذا الشيء ينطبق على اناتومي بشكل عام فبحاول قدر الامكان اني امشيكم بطريقه بتسلسل معين بحيث انه الاسئله عندكم مع المحاضرات تقل ما تزيد مع الوقت تلاقوا ان انتم بتفهموا اكثر مع الوقت تلاقوا ان انتم المفاتيح اللي عندكم بتزيد فبالتالي إن المعلومه الجديده سهل تضيفوها على المعلومات القديمه بس خلينا نبدا ان شاء الله اليوم في محاضره السيرفرم اللي راح تكون اوفر فيو على البرين دحين راح نروح لل 3 دي كذا نشوف البرين بشكل عام نشوف ايش في ستراكشرز داخليه آه ناخذ كذا فكره بسيطه عن كل ستراكشر بحيث انه هذه باذن الله حنمر عليها في كل المحاضرات الجايه هذا سيجيتال كروس سكشن للبرين هذا انتيريور وهذا بوستيريور الطبقه الخارجيه هنا ذا موست اوتر لاير اوف ذا برين ايش اسمه اسمه سيربرال كورتكس السريبرال كورتكس هذه تنقسم الى لوبس واللوبس تنقسم الى فانكشنال ارياز يعني هذه الاشياء اللي اغلب وظائف الجسم قاعد تصير اساسا من دي المناطق من كلها او الاحساسات اللي بنحسها او الحركات اللي بنسويها آه حنخوض في التفاصيل ان شاء الله خلال المحاضره كلها بس دحين ناخذ اوفر فيو طيب بالنسبه للفانكشنال ارياز هذه او اللوبس انا كيف قسمتها اساسا قسمتها عن طريق المخطط الاساسي حق البرين اللي هو بيعتمد على شيئين يعتمد على النتوءات زي ما انتم شايفين بالشكل في اشياء كده طالعه بارزه هذه كلها نتوءات نقدر نقول او نسميها جايرس او جايراي جايراي جمع وجايرس مفرد تمام فالجايراي هذه كلها وكمان عندي شيء ثاني اسمه سلكاي او سلكس السلكس اللي هي الحفر ما بين الجايراي يعني هذا جايراي وهذا جايراي عفوا هذا جايرس وهذا جايرس السلكس اللي ما بينهم هذا هو وهنا كمان في سلكس هنا كمان في سلكس السلكس برضه يقسم عندنا اشياء مهمه مثلا في شيء اسمه سنترال سلكس هنعرف ايش وظيفته ايش فكرته بيقسم لي ايش وايش زي كده فعموما الكورتكس بتتقسم عن طريق السالكاي والجايراي بعد كده عندنا شيء كمان اسمه السيربيلم هنا باكم تفرقوا انه السيربيلم ما هو السيربرم السيربرم البرين بشكل عام السيربيلم جزء من البرين اتوقع يترجم الى المخيخ السربيلم هذا شيء مثلا مسؤول عندي عن البالانس عن الايكوليبريم أه مسؤول عندي عن الكوردينيشن اوف مومنتس لو عندك اكثر من حركه قاعد تسويها في نفس الوقت الكوردينيشن اللي قاعد يصير هذا بيسوي السربيلم أه ايش كمان عندي عندي كمان شيء اسمه بيزل جانجلي البيزل جانجلي هنا مع الاسف ما راح تبان هي مجموعه ستراكشرز سب كورتيكال ستراكشرز موجوده جوا الوايت ماتر حقت البرين مثلا احد هذه الستراكشرز دحين اوريكم هو ما هو هنا اللي هو مثلا ورا كبسول اللي هو هذا الجلوبس باليدس مثلا وراح تلاقوا شيء اسمه بيوتامين واكثر من ستراكشر متجمعين من بعض سب كورتيكال كلها تكون لي البيزل جانجلي طب ايش وظيفه البيزل جانجلي؟ البيزل جانجليا بتساعدني ان انا ابدا الحركه انيشيتنج موفمنتس مثلا انا بمسك الكاسه حقت الموية عشان ابدا اشرب اني ابدا امسك الكاسه وارفعها هذا انيشيشن عن طريق البيزل جانجلي preventing unwanted movements ايش يعني مثلا الكاسه هذه انا عشان امسكها مظبوط وامنع انه يدي تنهز لازم اقبض عليها يعني انا كان ممكن في انه يدي تنهز واني امسكها بطريقه اخف فبالتالي ممكن تطيح مني الكاسه فانا اقبض عليها بحيث ان انا ما ابغى اسوي حركه غلط او ما أبغى يدي تهتز تمام الفكره هذه الدقيقه البريفنتنج unwanted موفمنتس عن طريق ايش البيزل في فكره شبهها بس ما هي نفسها كيف يعني مثلا انا من بعيد شفتك وانت ماسك كاسه مويه وكاسه الموية بدات تميل وحطيح وانت ما انت منتبه لها فقلت لك الحق كاسه مويه فرحت عدلت قبضتك على طول مسكتها مظبوط هذا هنا صار فيه موديفاينج انا ما ما منعت انوانتد موفمنت لا انا عدلت انكوريكت موفمنت في حركه انكوريكت اوريدي صارت هي اوريدي صارت وانا بحاول اعدلها هذا الشيء برضه عن طريق البيزك انجلي <applause> طبعا هنا كان فيه الشيخ اللي هو السربلة شوفوه بشكل كامل بس انا شلته عشان نشوف البرين ستيم البرين ستيم يتكون من ثلاثة اجزاء اساسية الميد برين والبونز والمدولة ابلونجاتا البرين ستيم بشكل اساسي هو تقدر تقول انه هو محطة بتوصل الاشياء الى السباينال كورد السباينال كورد اللي هو هنا حتوصل الاشياء اللي باقي الجسم فالباثويز اللي جايه من Cerebral كورتكس اللي من الفانكشنال ارياز هذه مثلا الموتور اريا نازله حتمر بالبرين ستيم وتنزل الين تحت هذه ديسندنج وفي Sending تراكس برضه حتكون طالعه الين مثلا السنسوري اريا وهكذا ويكون في برضه اللي هي بتكون الـ النيوكلياي حقه الكرينيال نيرفز موجوده هنا تقدر تقول اصول الكرينيال نيرف او النقطه اللي بتحدد الكرينيال نيرف هذا مثلا الاوبتيك نيرف الفيشيال وهكذا برضه راح ناخذها بالتفصيل طيب خلال الرحله اللي جايه من الكورتكس شايفين هنا شيء عندنا اسمه انترنال كبسول انترنال كبسول هذا ايش هو خلال الرحله اللي جايه من الكورتكس نرجع على للرسمه اللي جايه من الكورتكس من الفانكشنال اريز تمام مثلا من ووتر اريا في ديسندنج تراك نازله زي كده وداخل علينا البرين ستيم ونازله تحت تجمعات الرحلات هذه الديسندنج كلها مع بعضها والاسندنج اللي طالعه للسنسوري كلها تتجمع كده النيرف النيرف له فايبرز تمام فيتجمع كده في مناطق وكده يكون لي منطقه شويه سوليد من كثر الفايبرز اللي لاصقه في بعض فتسمى دي المنطقه ايش انترنال كبسول فهي كومبوزد اوف مايلينيتد nerve فايبرز من الاسندنج والديسندنج تراكتس وهي بتربط ما بين السيربرال كورتكس والسب كورتيكال ستراكشرز زي زي مثلا البيزل جانجليا ممكن احتاجها وانا رايح الرحله الين الموتور ايريا ممكن أحتاج البزل جانج اللي تعدل لي حركه فاربط معاها كمان وتلاقيني كمان نازل ورابط مع البرين ستيم وسباينال كورد طيب هذه نقطه آه قلنا كمان عندنا نسينا نقول كمان عنده شيء اسمه الداين سيفلن ما راح اتطرق ليش كذا اسمه هذا في الامبريو بس الداين سيفلن هو مجموعه من خمسه اشياء اساسيه برضه الخمس اشياء دي تفاصيلها ما تعنيني هي شغاله كبروسيسنج سنتر اللي هي الثالاموس والهايبوثالاموس والابيثالاموس والسب ثالاموس والميتا مثلا هنا عندنا الهايبوثالاموس آه عفوا الثالاموس وحولينه بقيه الستركشرز هذه كلها مع بعضها الخمسه يسموهم داينسيفالون لا علاقه بالحراره في تحكم بدرجة حراره في الجسم في العواطف لا علاقه بالليمبك سيستم بالهايبوكامبس اللي هو مسؤول عن الذاكره بالاميجدلا اللي هي مسؤول عن الحزن والشجاعه والاشياء هذه آه تاخذوها بالتفصيل كلها كل في الفسيولوجي ما هي ما هي موجودة في الاناتومي. وفي شيء كمان عندنا على السريع ناخذ نظرة عليه اللي هي الفنتريكلز هذه، الفورث آه اللاتر فنتريكل اللاترال lateral ventricle، فنتريكل ventricle، سيستم هذا كله برضه حتاخذوه بالتفصيل في الفسيولوجي بس عشان يعني اقول لكم ايش هو ذا اللي انتم شايفينه لو جاكم فضول. آه هو عبارة عن ventricles يعني كانها ممرات قاعدة تحمل او كاريز ال cerebrospinal fluid في الدماغ، تمام؟ هذا هو الفنتركيولار سيستم. ايش اهميته من ايش بيتكون هذه كلها حتاخذوها في الفسيولوجي برضه يعني محاضره في الفسيولوجي أه طيب اتوقع كده اخذنا اوفر فيو حلو عن البرين الحين نرجع للسلايدات ونغطي السيربرال كورتكس بالكامل باذن الله. لكم السالكاي والجايراي تنقسم او تقسم الكورتكس لكذا لوب تمام زي ما انتم شايفين هنا السنترال سالكس جزاه الله خير قسم لنا وفرق لنا ما بين اللي هو البرايت اللوب والفرونت اللوب الفرونت اللوب من الفرونت من كلمه فرونت كنا تلاقوه الفرونت اللوب تمام حيكون في الانتيريور بارت هنا بوستيريو. السربلم جهه البوستيريور فهنا الفرونت لوب. وعندنا كمان هنا آه شيء اسمه البرايت اللوب البرايت اللوب وهو متقسم ما بينه وما بين الفرونت عن طريق السنترال سلكس وما بينه وما بين التيمبر لوب عن طريق ايش اللاترال سلكس وعندنا كمان البرايت اوكسيبيتال سلكس اللي بيقسم ما بين الاوكسيبيتال لوب والبرايت لوب تمام طيب هذه الفور لوبس هي الاساسيه وترى يعني المعلوماتكم يا جماعه كل اللي احنا بندرسه هذا نقطه من بحر والله العظيم ان كل اللي موجود الان في الكوكب عن النيرف سيستم هو نقطه من بحر سبحان الله في كميه اشياء للان غير مكتشفه حولنا الدماغ بشكل مهول لما ترجعوا للمراجع وتلاقوا كلام مثلا سنيل او كلام الناس اللي قاعدين يكتبوا يا كثر ما يكتب لك مثلا عن فانكشن اوف اريا معينه يكتب لك ات ثوت تو بي ثوت تو بي تو بي دائما مو قادر يجزم لانه في اشياء كثيره صعب انك تجزم فيها اكثر المناطق الصراحه اللي, اللي يعني عليها ابحاث ونوعا ما نقدر نجزم باذن الله انه اللي احنا قاعدين نقول عنه هو 100% صح اللي هي الأوكسيبيتل أكسيبت اللوب اللي هي الفيجوال أسوشيشن كورتكس والبرايمري فيجوال كورتكس. طيب تعالوا دحين نشيك كذا عليهم. واحدة ورا الثانية. عندنا الفرونتال لوب. الفرونتال لوب فيه فايف فانكشنال اريا اللي الآن أساسية احنا قسمناها عليها. في البرايمري موتور كورتكس وهذه الأساسية في الحركة. بعدين عندي موتور أسوشيشن كورتكس. هديكم تريك سهل تحفظوا بيه الاكسام اللي تحت اللوبس. فرونتال، برايمري، موتور كورتكس، موتور أسوشيشن كورتكس. البرايتل برايتل سوماتو سنسوري كورتكس بعد كده حط لك سوماتو سنسوري اسوشيشن كورتكس خذ الكلمه الاساسيه حط جنب اسوشيشن يطلع لك القسم الثاني دائما كده برايمري اوديتوري كورتكس اوديتوري اسوشيشن كورتكس برايمري فيجوال كورتكس فيجوال اسوشيشن كورتكس هذه اثنين ثابته بعد كده الزوايد سهل تحفظوها خلاص هنا يعني يبقى لك عندك واحده اسمها بوستيري اسوشيشن اري وراح اشرح لكم فكرتها لانه فكرتها شويه عميقه هي ما هي 100% من البرايتل تمام وعندنا هنا حيزيد عندي في التمبورال ويرنكس وحيزيد عندي في الفرونتال الفرونتال اي فيلد والبري فرونتال كورتكس والبروكس اريا و راح نذكر ان شاء الله الكونكشنز اللي ما بين البروكا والويرنكس والارتيكوليت فاسيكولس آه، كلها باذن الله بالتفصيل تمام هذا بس كده اوفر فيو بيجي عندنا شيء اسمه انسولا انسولا اتس ريفيرد تو بي ذا يعني فقط افتراضا انه هي لوب آه انسولا الصراحة ما لا ما عليها معلومات او دراسات يعني عليها دراسات كثيرة لكن الآن ما هي كافية ما ما وفت وظيفتها الاساسية هناخذ عنها اوفر فيو بس مرة في النهاية هي تعتبر fifth لوب شوفوها الانسولا عشان تقدر تشوفها لازم تشيل تسحب الفرونت لوب وتسحب البرايتل ذيك الساعة تقدر تشوف الانسولا من جوا حنذكر عنها تفاصيل بسيطة في النهاية كده على السريع من باب الاحتياط ترى احنا ما اخذناها على سنتنا وما اتوقع انه موجود على سنتكم بس من باب الاحتياط لانه ما تعرفوا ايش ممكن يجيني في الاختبارات طيب نبدا الحين بالفرونت لوب قلنا يتكون من خمسه مناطق او خمسه فايف فانكشنال اريز نبدا بالبرايمري موتور كورتكس البرايمري موتور كورتكس ليش كتبت انا برودمان اريا 4 برودمان هذا واحد جاء سوى زي احداثيات للدماغ خلى في لكل منطقه رقم تمام اريا 4 اريا 5 اريا 6 زي كذا فبعض المناطق هذه مهمه ومشهوره ممكن تجي في الاختبار وبعضها لا فانا ما حاولت قدر الامكان ما احط الا المهمه يعني برودمان اريا 4 معروف على طول ان هي البرايمري موتور كورتكس مثلا تمام البرودمان اريا 6 معروف مثلا ان هي الموتور اسوشيشن كورتكس وهكذا طيب الحين نخش في البرايمري موتور كورتكس عندي شيء اسمه كورتيكو بلبر وكورتيكو سباينال تراكس ايش هذه هذه زي الباثوي اللي بياخذ الانفورميشن من الكورتكس مثلا من الموتور اريا نأخذ لون ثاني من الموتور اريا الكورتيكو بلبر توصلها للبرين ستيم للنيوكلياي اللي في البرين ستيم هذه كورتيكو بلبر تراكت اسمها تمام كورتيكو بلبر تراكت توصلها مثلا تراجي من النيرف للفيشن نيرف للهايبوجلوسل وهكذا في عندي كمان شيء اسمه كورتيكو من اسمه كورتيكو سباينال هاخذك من الكورتكس الى السباينال كورت. فناخذ مثلا لون ثاني نفترض مثلا اللون الاخضر الاخضر ايوه تمام كده علينا السباين كورد هذه المسلز اوف ذا اوف ذا ليمز اند ترانك تمام اللي حتروح للمسلز بعد كده وتساعده وتسوي لك الحركه والكلام هذا الموتور انفورميشن ايش اللي أنا يفرق معايا هنا حناخذه بعدين برضه بالتفصيل لا تشيلوهم هم لو ما فهمتوه دحين بس مجرد اوفر فيو عندي شيء اسمه ابر موتور نيورون ليجن لو صار عندي ليجن او اي شيء انضرب على مستوى الكورتيكو بالبر اللي هي النيوكليس او النيوكلياي اللي في البرين ستيم او على مستوى الموتور كورتكس هذا اسمه ابر موتور نيورو ليجن لو عندي شيء انضرب على مستوى الكورتيكو سباينل اللي هي الاجزاء اللي موجوده في السباينال كورد اللي رايحه على كورت كورد او على المستوى اللي هنا مثلا اللي هو يعني على مستوى الكورتيكو سباينال نفسها حيكون عندي ايش؟ لور موتور نيورون ليجن وحناخذها في الاسندنج والديسندنج بكل التفاصيل فلا تشيلوا طيب اهم شيء يهمني في البرايمري هنا انه انفولد ان فولنتري موفمنت فولنتري يعني كده سوي اكسكلود يا معلم ليش انفولنتري ليش ايش مو داخل معايا شغال على الفولنتري يعني. انا شغال على سكيت المسلز تمام طيب نيجي للكلينيكال نوتس تعال نشوف ايش عندنا اشياء كلينيكال ممكن تصير في البرايمري موتور ليجن برايمري موتور اريا ليجن في البرايمري موتور اريا ممكن يسبب لي ايش ليجن طبعا يعني اي شيء ممكن يضرب المنطقه دي سواء كان تيومر سواء كان تروما سواء اي اي حاجه سواء كان طعنه كان رصاصه ما حيفرق معي اهم شيء صار في ليجن في المنطقه هذه وبعدين حناخذ انه في نوعين من الليجنز ممكن تكون بعضها ديستراكتيف وبعضها ريتيتيف اريتيتيف ليجنز ما علينا حناخذها في وقتها خلينا في اللي احنا فيه الان طيب عندي شيء اسمه كونترالاترال هيميبليجيا ممكن يصير نتيجه الليجن في البرايمري موتور اري ايش يعني كونترالاترال هيميبليجيا شوفوا هذه انواع الشلل يا إما يكون بليجيا يعني الجسم هذا كله في المنطقة يا إما انه نص الجسم بس بشكل نقدر نقول ترانزفيرس يعني تمام أو هيمبليجيا نقدر نقول بشكل يعني سجيتال زي كذا يعني نص الجسم يمين أو يسار هذه فوق أو تحت البارابليجيا أو مونوبليجيا اللي هو يكون ون تمام فأنا ممكن يصير عندي مونوبليجيا وممكن يصير عندي هيمبليجيا تمام في الـ في الليجن حق برايمري موتور كورتكس شوفوا هنا ممكن يصير عندي مونوبلاجيا او هيميبلاجيا وممكن يصير عندي فيشال بالسي فيشال بالسي اللي هو زي كده تلاقوا في دروب في الماوث تلاقوا في دروب في الاي انابيليتي تو كلوز ذا اي اسيمتريكال سمايل حتلاقي لوس في النازوليبي الفولتس اللي هي هذه نفسها تلاقي ما موجود عنده في جزء من اجزاء وجهه هذا اسمه فيشال بالسي يصير في دروب في نص الوجه حناخده برضو في التفص... بالتفصيل وقت ال... وقت ما يتكلم عن الفيشن نيرفز يعني والاشياء هذه كلها آه طيب ممكن يصير عندي ابر موتور نيورال ليجن زي ما قلنا ابر موتور نيورال ليجن ليش لانه على مستوى الكورتكس نفسها البرايمري موتور كورتكس وبالتالي حيسبب لي ابر موتور نيورو ليجن وبعد كده حتاخده انه حتلاقوا انه في فرق ما بين الابر موتور نيورو ليجن واللور موتور نيورو ليجن في العلامات اللي بيطلعها المريض حتلاقي انه مثلا عنده شيء اسمه هايبر ريفلكسيا في الابر موتور نيورو ليجن حتلاقي عنده هايبرتونيا حناخذها حناخذها بعدين طيب الكونترا لاترال ايش معناه؟ تعالوا دحين نستوعبها لانه هذه حتكون معانا في المسكل وحتكون معانا في النيورو نفترض دحين عندي هنا اريا وهنا عندي اريا معليش على الرسم المعوق هذه رايت وهذه ليفت <applause> عندي هنا اليد اليمين وهنا عندي اليد اليسار تمام عشان احرك اليد اليمين هذه هذه اليد اليمين تمام عشان احركها لازم استخدم الايريا ليفت هذا كونترالاترال كونترالاترال يعني يروح على الجهه المعاكسه له بالعربي كده الرايت هيغذي الجهه المعاكسه له هيغذي الليفت لمب. يعني اليد اليسار حتتحرك بسبب الرايت واليد اليمين حتتحرك بسبب الليفت هذا هو الكونترالاترال لاترال ابسي لاترال لما اقول لك انه الليفت اريا مع انه ما هي ما بنتكلم عنه احنا دحين في الموتور كورتكس بس انه مثال يعني لو في يوم من الايام جاب لك ابسي لاترال معناه انه بيغذي السيم سايت يعني قلنا الليفت حيروح مع الليفت ورايت حيروح مع الرايت هذا ابسي ابسي لاترال وهذا كونترا كونترالاترال طيب عندي شيء في الموتر اريا اسمه هومونكيولس هذا برضه موجود في السنسوري هناخذه برضه بعدين هذا تقدر تقول طبعا هومونكيولس يعني ما ادري هو هي ما اتوقع انه معناها قزم او شيء بس انه كانه بتتكلم عن الرجال موجود في دماغك كيف يعني يعني هو بريزنت البدي او الجسم حقك على شكل يعني على شكل الدماغ زي كذا مثلا تلاقي انه اللور لمس تبدا من جوه من الميديال سايت وتبدا بين تطلع 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 لين الابر ليمبس تلاقيها تطلع لين الاصابع لين الوش لين الشعر وهكذا التنج الاشياء هذه فتلاقيها ماشيه زي كذا فحتلاقي في الميديال سايد عندي اللور لمس حتى الميديال سايد من الـ يعني سواء الرايت ولا سواء الليفت هيمسفير نتكلم عن نفس الشيء تمام الميديال سايد اللي هو جوا حيكون اللور لمب اللاترال سايد حيكون الابر لمب ايش الفكره؟ مثلا انا ابغى يدي تتحرك فحارسل من منطقه اليد لين اليد عشان تتحرك من الموتور اريا أبغى مثلا اصبعي يتحرك ححرص من منطقه الاصبع لين الاصبع عشان يتحرك وهكذا طيب ايش الكلينيكال اللي عندي هنا ريليتد آه طبعا هنا في معلومه يقول لك انه لارجر بودي بارت حيكون يستخدم موتور آه يونيتس اعلى وحيصير في فاين موتور كنترول ايش يعني الكلام هذا مثلا ما انت ملاحظين هنا انه انا مثلا يعني في اجزاء من جسمي ما حط ما يعني هنا ما اديت الكتف مثلا حقه ما حطيت الكتف كذا بشكل كبير مثلا بدل ما انا حطيت الهاند بشكل كبير ليش؟ لانه بتستخدم موتور يونتس اكثر ليش؟ لانه الهاند دقيقه في حركتها عندي خمسه اصابع بتتحرك لكن الكتف حركته شويه ابسط من كذا فكل ما كانت الحركه ادق كل ما كانت الموتور يونتس اللي استخدمتها اعلى كل ما كان عندي فاين موتور كنترول فاين موتور كنترول بيتكلم عن السكيلد موفمنتس لما يقول لك فاين موفمنت معناه يقصد سكيلد موفمنت يعني حركه شويه ما نبي نقول ماهره بس يعني حركه شويه معقده يعني اعقد من الحركات العاديه تمام وانا اتوقع انها وصلت يعني طيب vasculature ما راح نتعمق فيه بس المهم انه الميديال سايد بيغذي الانتيريور cerebral ارتري هذا الاخضر اللاترال سايد بيغذي الميدل cerebral ارتري اللي هو الازرق طيب ايش يهمني؟ لو صار في اوكلوجن او صار فيه ليجين في ليجن في الارتريز هذه ايش اللي راح يتضرر عندي؟ اللور اكستريميتي حتتضرر عن طريق الانتيريور ليش؟ لانه هو بيغذي المنطقه اللي فيها اللور اكستريميتي قلنا ميديال اللور اكستريميتي هنا اللور اكستريميتي ولاترال هنا حيكون الابر اكستريميتي فبالتالي برضه الميدل لو انضرب حتنضرب ايش مع الابر اكستريميتي حيصير في paralysis طيب هذا باختصار البرايمري موتور كورتكس ما معليش اتوقع اني ما وريتكم هي ماني فاكر بس هي هذه البرايمري موتور كورتكس جنبها هنا عندي الموتور اسوشيشن كورتكس موتور اسوشيشن تتكون من قسمين عندي شيء هنا هذا الاخضر اسمه supplementary س... area وهذا اسمه بري area اريا فالحين تعالوا ناخذهم بالتفصيل قلنا هما ب... برودمان area 6 السبلمنتري موتور اريا والبري موتور كلهم involved in fine motor movement fine motor movement تفتكروا فاين ايش دوبي قلت لكم السكيلت Skilled يعني السكيلت موتور موفمنت سبلايز الاكزيال مسلز والبروكسيمال مسلز لمس لم مسلز ايش هي مثلا عندك الاكتاف عندك الهيب يعني دحين جسم الانسان نفترض ان هو كذا برضه ادروني يعني على الرسم المتخلف هذا تمام هو بيغذي البروكسيمال يعني بيغذي الاكتاف اللي هنا قريبه البروكسيمال هذه بروكسيمال الديستل ايش يعني الهاند مثلا ما بيغذيها لانها ديستل تمام وهكذا طبعا خلاص عرفنا احنا دحين الهاند اصلا مين اللي من فين بيجي لها بيجي لها من البرايمري تمام فعشان كده احنا دحين فهمنا ليش هو هذا ما بيغذيها طيب يقول لك it's involved through planning uh, sequencing sequencing مره مهمه لانه هو يعني من الاشياء الرئيسيه في الـ في الاري هذه انها مسؤولة عن الحركات اللي فيها سيكونس مثلا اربط وانتم كرامة اربط الشوز نفسه اربط الرباط حقه هذه سيكونس يعني انا كل يوم بسويها لازم اربط ربطه واحده بعد كذا اسوي حركه الفيونكا والكلام هذا كله هذه كلها سيكونس تمام فداخله في الموضوع البلاننج والسيكونس آه طيب بيكوز اوف ذات اتس connected تو the اند جانجليا زي ما تفتكروا قلت لكم السيربيلم له علاقه بالكوردينيشن والبازل جنجل لها علاقه بايش بالانيشيتنج الموفمنت وبالسيكونسنج حقه الموفمنت فبالتالي انت يعني ما ما صعب انك تقول ان الاريا هذه مسؤوله عن الموضوع ده لحاله تقدر ممكن تقول ان الاريا لها النصيب الاكبر بس هي بينها وبين البقيه كونكشنز تمام الدماغ كله بينه وبين بعضه كونكشنز عشان يسوي اي وظيفه طيب ليجن في السبلمنتري موتور اريا بس الخضره هذه اللي فوق ايش ممكن يسبب دي؟ ممكن يسبب لي ترانس كورتيكال موتور كيف يعني ترانس كورتيكال موتور افازيا يعني تلاقيه هو قادر انه يفهم الكلام بس عنده مشكله في انه يتكلمه عنده مشكله في انه يطلع الكلام او يبدا الحديث تمام وتلاقي الكلام حقه نون فلوينت تمام مو ما هو طليق بينما هو قادر يفهمك لكن هو ما هو, ما هو قادر يعني يتفاعل معك بشكل كويس هذه ترانس كورتيكال موتور طيب تلاقي عنده في السبلمنتري اريا امبيرت سيلكشن اوف بارتيكولار موفمنت سيكونس سيكونس زوبي قال لكم سيكونس يا جماعه سيكونس مره مهمه تلاقيه كانت تاي شو ليسز ما يقدر يربط حذائه في سيكونس السيكونس عنده انضرب المنطقه المسؤوله عن السيكونس هذه انضربت تمام طيب ليجن في البري موتور كورتكس ايش ممكن يسبب؟ ممكن يسبب لي اسمه موتور ابريكسيا ايش الموتور ابريكسيا؟ تلاقي ان هو مشكلة عنده في اداء الحركة بينما انه هو ما عنده باراليسيس يعني عضلاته كلها سليمة بس تلاقي عنده مشكلة في البرفورمنس نفسه حق الحركة كيف يعني يقول لك patient cannot initiate movement that the patient wishes to make انا ابغى اسوي حركة بس انا ماني قادر اسويها لان اول شيء ان يعني انا بس بسويها بشكل غلط ماني قادر اسويها بشكل صح او اني ماني قادر اسويها اساسا ماني عارف كيف اسويها عندي مشكلة في البرفورمنس بينما انه عضلاتي موجودة كل شيء جاهز بس ما عنده قدرة إنه اسوي الحركة دي بشكل سليم <applause> تمام حتلاقي شيء اسمه ري ابييرنس اوف جراس بريفلكس تعرفوا البريميتيف ريفلكسز ما اعرف انت تعرفوا لا تعرفوا اللي هي البريميتيف ريفلكسز غالبا ما تبان عند الاطفال او الجراس بريفلكس تحديدا عند الاطفال الانفنتس اللي هو تلاقيه انه لما تيجي تمسك او تضغط على البالم حقه البالم حق الهاند والله لو رسمت هاند هنا يعني ما حيصير الموضوع حلو خلاص خلينا خلينا على الخيال احسن لو البالم حق الهاند ضغط عليه هتلاقي انه هو بيقفل اصابعه كلها مع بعض كذا بيقفلها كانه بيسوي قبطة هذا هو الجراس بريفلكس هو نورمالي موجود عند الانفنتس بس هنا اب نورمال لان انت بني ادم كبير عندك ليجن في البري موتور كورتكس لو جيت ضغط على البان حقه تلاقي يسوي لك جراس بريفلكس يقفل يده طيب ايش كمان ممكن يصير ممكن يصير عندي ماسل spasticity اند هايبر ريفلكسيا الماسل سباستيسيتي بمعنى بمعنى تصلب بس في فرق ما بينها وما بين الريجيديتي الحين ممكن اقول لك ممكن يقول لك احيانا هذا عنده مثلا ريجيديتي بعضهم يقول لك لا هذا عنده مثلا سباستيسيتي بالرغم انه حرفيا بالعربي كلها نفس المعنى تصلب بس ايش الفكره؟ الفكره انه حتلاقي في السباستيسيتي طبعا الفروقات اعمق من كذا بس كمثال هذه حتى حجيكم في نيورو اكزامينيشن انه تلاقي في السباستيسيتي عنده يعني لما تيجي تحرك اللمس حقته طبعا الحين هذا افترضوه انه هذا الذراع وهذا الارم نفسه الفور ارم عفوا وهنا الهاند تمام طيب لو جيت تحرك ال يعني لو ثبت هذه ثبت هذا ثبت المفصل ده وحركت الهاند مثلا نفسها جيت تحركها لفوق ولتحت لفوق ولتحت او مثلا ثبتت المفصل حق الكتف وحركت من هنا لفوق ولتحت سويت فليكشن واكستنشن تعرف الفليكشن الفليكشن ان دحين عندي كده هذا كده فليكست الارم فليكست كده اكستندد وهي واقفه تمام لما ترفعها على فوق تصير فليكست ناخذها برضه بالتفصيل في المسكلة فلما تيجي تسوي له له يعني تسوي له فليكشن اكستنشن بشكل متكرر حتلاقي انه عنده في ريزيستنس في اتجاه زايد عن الاتجاه الثاني يعني في ريزيستنت مثلا في الفليكشن ما هي موجوده في الاكستنشن يعني تلاقيه وانت بتيجي ترفع يده لفوق، هذه يده مثلا نفترض، تمام؟ تيجي ترفعها لفوق تسوي فليكشن، تلاقيها بتدي ريزستنس قوية معاك، تيجي تنزلها تسوي اكستنشن تلاقي الأمور طيبة ما في شيء، أو تلاقيها على الأقل في ريزستنس بس أخف من الفليكست بينما في الريجيديتي تلاقوا إنه أنا دحين لو جيت أرفع يده، هذه نفسها يده تمام؟ لو جيت أرفعها لفوق أو أنزلها لتحت نفس الريزستنس حتكون موجوده يعني ريزستنس اللي فوق نفس الريزستنس اللي في الاكستنشن نفس اللي في الفليكشن. ان شاء الله تكون وضحت الصوره. طيب لأنه يعني انه برضه هذه معلومه زايده انا بعطيكم هي ما لها علاقه بحالتنا الان بس انه معلومه يعني مهمه اتوقع حتى كان في سؤال جانا عليها في الاوسكي قبل كذا. الهايبر ريفلكس من علامات الأبر موتر نيورون ليجن زي ما قلت لكم. دحين نبدا ننتقل لباقي مناطق الفرونتال لوب.